الله سبحانه وتعالى فسح المجال لكل هؤلاء الأعلام ولغيرهم أن ينالوا الاسم الأعظم. هذا القرار النهائي لم يتخذ فيه، وإنما هو في دائرة لوح المحو الإثبات. الآن شو كم واحد من الطلبة أو من المؤمنين يمتلك الاسم الأعظم في هذه الكرة الأرضية كلها؟ هذا المجال مفتوح أمامه، لكن المشكلة في هذا العبد أنه يخفق في هذا الامتحان ثم في ذاك الامتحان ثم في ذاك الامتحان، ولو في امتحان المكروهات، دع عنك الواجبات والمحرمات، فلا ينال هذه المرتبة. إذن هذا الذي هو قاعد يشاهد من نفسه أن الله قد فسح له الفرصة في هذا العالم لكي ينال الدرجات العاليات ويكون كما قال تعالى في الحديث القدسي: عبدي أطعني. إذن هذا باختياري الآن، عبدي أطعني تكن مثلي، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ليس لله مثل بل له مثل، ليس كمثله شيء. عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. فهذا العبد الذي يلاحظ أنه مع أن الله قد فسح أمامه الطريق للصعود صعودا مذهلا، لكنه مع ذلك يأبى أن يحلق، يستسلم لبعض الأهواء والشهوات والنوازع، لبعض الحسد أو لبعض الحقد أو لبعض العجب أو لبعض الغرور أو لبعض الكبر. دع عنك المعاصي الناشئة من الجوارح، من العين أو من الأذن أو من اليد أو ما أشبه ذلك أو من اللسان. أذكر لكم بالمناسبة قضية لكي نعرف وضعنا نحن، وهذا الإنسان لا يحق له ما دام هو قاعد يراجع نفسه ويشوف نفسه يسقط باستمرار في الكثير من الامتحانات، فكيف يتوقع هذا الإنسان أن يكون الله سبحانه وتعالى يجعله سيد الرسل أو يجعله في تلك المنزلة؟ ذلك قد نجح في كل الامتحانات فخلق من نور محض خالص، خلقكم أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين في الامتحانات السابقة في الامتحانات اللاحقة. وأنا الذي أسقط ولا أزال أسقط ولا أزال رغم إمكانية التحليق لا أحلق، فكيف أعترض وكيف أحتج وقد أقام الله لي الحجة معي الآن؟ تلك القضية قضية معروفة، أن رجلا سمع أن شخصا من الأولياء في مصر آتاه الله الاسم الأعظم فشد إليه الرحال، وصل إليه استأذنه في أن يخدمه ويتعبد معه، فظل عنده سنة كاملة، بقي عنده يخدمه ويتعبد معه ليل نهار. بعد سنة قال هذا الخادم لذلك الولي: لي إليك حاجة، أنا سنة كاملة خدمتك ولم أرد منك جزاء ولا شكورا، ما الحاجة أن تعلمني الاسم الأعظم؟ من قوسين أقول الاسم الأعظم ليس بالتعليم، الاسم الأعظم موجود في القرآن الكريم، موجود في آية الكرسي، موجود. الاسم الأعظم ليس بالتعليم، الاسم الأعظم حقيقة أسمى من التعلم والتعليم، وهذا بحث لاحق ربما في وقت آخر نتطرق له. ليست القضية معرفة ولا معرفة، وإنما القضية أعمق من ذلك. الاسم الأعظم كما ذكرت لكم في مطلع آية الكرسي موجود، لكن زيد يقرأه ولا يحدث شيء، أما ذلك الولي يقرأه ولو أراد للسماء أن تنطبق على الأرض لانطبقت. حقيقة أسمى مما نتوهمه في عالم الألفاظ. طلب من الولي أن يعلمه الاسم الأعظم جزاء ولقاء خدمته، ذلك الولي سكت. مضت أيام، ثم قال له: لي إلى ملك مصر أو حاكم مصر أمانة، أوصلها إليه. أعطى ظرف مغطى، انطلق هذا الخادم، وإذا به في الطريق يسمع من داخل هذا الظرف المغطى حركة وصوت وخشخشة، استغرب شنو هذا.
وسوست إليه نفسه أن يفتح الغطاء، أن يرفع الغطاء، رفع الغطاء وإذا فأرة تكرمون قفزت وفرت. هذا الشخص انزعج جدا واستاء إلى أبعد الحدود، أنه أي إهانة أكبر من هذه الإهانة، أن يحملني هذا الولي للحاكم فأرة، ولو كنت موصل للحاكم وفتح الغطاء ربما كان يقطع رأسي، طبيعي هكذا. فرجع مستاء مستشيطا غيظا إلى الولي، قال له هذه جزاء الخدمة، الإهانة بهذه الدرجة، الله رحم اللي فتحت الطبق بالطريق، ولا كان يقطع رأسي هذا الحاكم. ذاك الولي قال له شوف أنت ما قدرت أعتمنك على فأرة، أعتمنك على الاسم الأعظم، أنا كنت أعرف أنت ما عندك قابلية، وكنت أدري ما راح توصل إلى الملك، ونفسك توسوس له. الذي لا يؤتمن على فأرة يؤتمن على الاسم الأعظم، يغضب على عدوه يقرأ الاسم الأعظم يقتله.